أشد أزرا لوأد الخوف والخطر، أشد أزرا لوأد الخوف والخطر. أمضى السنين يفادي تربة موطنه. جدد لكم التحية بروح وطنية تعاونت وتكاتفت جهات الدولة المعنية لإنجاح احتفالات دولة الكويت في الأعياد الوطنية، وذلك عبر تطبيق الخطط اللي رسمتها تلك الجهات فيما يخص عملها، سواء في وزارة الداخلية أو قوة الإطفاء العام، وزارة الإعلام أيضا اللي وضعت المشاهدين والمستمعين في قلب الحدث. طبعا أكيد تعاون يثلج الصدر، وجهود بذلها أبناء الوطن أثناء ممارسة عملهم في هذه المناسبة حتى تكتمل أفراح عروس الخليج يومها الوطني ويوم التحرير. نشوف معكم هذا التقرير. ما إن ارتدت عروس الخليج ثوبها وتزينت بزينتها في عيد استقلالها وتحريرها في شهر أفراحها فبراير، وتحديدا يومي 25 و26 من هذا الشهر، كانت الجهات المعنية في الدولة على الموعد لإنجاح موسم أفراح بلدنا الكويت. وزارة الداخلية كانت في صدارة الجهات التي عكفت وعملت بجهود رجالها ومنتسبيها لإنجاح الاحتفالات الوطنية، وذلك عبر الالتزام بالتعامل الراقي وسعة الصدر وتقديم المساعدات الإنسانية للجمهور، خصوصاً ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن. كما وضعت الداخلية خطط الانتشار الأمني على مستوى مناطق البلاد وآلية التنسيق بين القطاعات الأمنية الميدانية ومستوى الجاهزية والتكامل مع القطاعات المشتركة، حيث شاركت العديد من الدوريات في تأمين الاحتفالات. القيادات الأمنية والميدانية كانت حاضرة للإشراف ومتابعة الخطط على أرض الواقع للتأكد من الجاهزية التامة واليقظة الدائمة لرجال الأمن لفرض هيبة القانون والتعامل بحزم مع أي ظواهر سلبية مثل رش المياه أو اعتلاء أسقف المركبات والخروج من النوافذ وعرقلة حركة السير والوقوف بالأماكن الممنوعة ومواقف المعاقين وإقامة السباقات الممنوعة والقيام بأعمال الرعونة والاستهتار وتجاوز السرعات المقررة. قوة الإطفاء العام نفذت خطة إدارة العمليات المركزية الخاصة بتوزيع نقاط الإطفاء على مواقع عديدة في جميع محافظات الكويت للتدخل السريع ورفع حالة الاستعداد بمراكز الإطفاء، وشملت الخطة تجهيز جميع النقاط بالكوادر البشرية والمعدات والآليات للتعامل مع أي حوادث في تلك المواقع بالسرعة الممكنة. ما بين الأثير والصورة تلألأت وزارة الإعلام في موسم الأعياد الوطنية وتحديداً يومي الاستقلال والتحرير في كافة قطاعاتها من التلفاز والإذاعة وكافة برامجها المخصصة للاحتفالات ونقل وقائع الاحتفالات الوطنية على الهواء مباشرة عبر كوكبة من مراسليها المنتشرين في كافة أنحاء البلاد. أبناء الكويت كافة هم السور الذي يحمي الوطن وأبناءه، هم العيون الساهرة على أمنه وسلامته، فتحية إلى كل من ساهم لإنجاح موسم أعياد عروس الخليج في يومي أفراحها.